السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله بدي أعمل لكم أكلة حلوة سريعة وسهلة من السميد، بس سميد وسكر ومي. بدي أحط 5 كاسات، 5 كاسات مي. طبعا أنا معي راهم بهاي الكاسة 5 كاسات، وبدي أحط كاسة سميد. يعني كل 5 كاسات مي بنحط لهم كاسة سميد مع نص كاسة سكر، بنفس مقدار الكاسة اللي احنا بنعاير فيها. بنضلنا نحرك فيها لحد ما تجمد. نجمد عنا السميد، هذه أكلة حلوة كتير سهلة وسريعة، كتير كمان لذيذة. الأطفال الصغار كتير بحبوها، ما بتقدر تعمليها دغري 5 دقايق إن شاء الله بتكون جاهزة، ما بدها منك وقت. بدنا نحرك لحد ما تقرب تجمد، وبدنا نحط لها اللون اللي بدنا إياه. بعد ما جمدت شوي بدي أحط لها نقطة لون، لون طعام مسموح طبعا اللي بستعمله للرز، نفسه اللي بدي احطه عليها. حركه منيح قبل ما كله يصير نفس اللون. طبعا السكر زي ما حكيت لكم نص كاسة، بس اللي بحب يزود عادي ما في مشكلة، اللي بحب ينقص كمان ما في مشكلة. هي هذه هيك الطبقة الأولى جهزت، اديرها بالبايركس واستنى عليها تبرد عشان اعمل الطبقة الثانية. وهي الطبقة الحمراء اللي عملناها خلصت، بدي ابلش بالطبقة الثانية واعملها طبقة صفراء. ممكن تخليها على نفس اللون برضو، ما يعني ما في مشكلة. حطيت نفس مقدار الطبقة الاولى، كاسة سميد مع 5 كاسات مي مع نص كاسة سكر. بدي احركهم لحد ما يبدوا يجمدوا واحط اللون عليهم. زي ما حكيت لك بتحبي تحطي مثلا الطبقة هاي حمراء الطبقة هاي نفس اللون، يعني ما تغيري لونها، تخليها بيضة برضو ما في مشكلة. بدك تحطي لها لون اصفر، لون اخضر، لون اي لون بدك اياه ممكن. فخلينا نخلص الطبقة هاي وافرجيكم اياها ان شاء الله. وهيك الطبقة الثانية جهزت، بدي احط لها اللون الاصفر زي ما حكيت لكم. وهيك جهزت، بدي احطها على الطبقة الحمراء. بحط الطبقة الثانية بحطها شوي شوي عشان ما تنخلط مع الطبقة الأولى. زي ما حكيت لكم الأكلة هاي كتير زاكية وسهلة، ما فيها مكونات كتيرة، تقريبا موجودة يعني في كل بيت. وهيك بعد ما خلصت الطبقتين برتش على وجهها جوز هند، بس جوز هند ما بنحط عليها مكسرات. نستناها تبرد بالثلاجة وبعدين بنقطعها بنحطها بصحون
ان شاء الله بتعجبكم ويعطيكم العافية.